يا اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا بقى نعرف ايه اخر الاخبار في النادي الاهلي من زميلتنا العزيزه مريم سميح، وهي متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا مريم صباح الفل عليك، وكل سنه وانت طيبه، اتفضلي. صبح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوند، وصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله على السلامه مره تانية بعد الاجازه اللي فاتت، سواء بمناسبه عيد الاضحى المبارك او ثوره ال 30 من يونيو. الحقيقه يعني كانت ايام مميزه سواء خارج او داخل النادي الاهلي. الحقيقه يعني كمان النادي الاهلي احتفل بشكل منظم جدا وكبير جدا بهذه المناسبه، وتحديدا عيد الاضحى. الحقيقه كان في يعني عده حفلات اقيمت في مختلف الافرع، الاربع افرع طبعا، سواء النادي الاهلي بالجزيره المقر الرئيسي او مدينه نصر او الشيخ زايد او حتى القاهره الجديده. الحقيقه ان كان في كرنفالات اطفال واحتفالات بتناسب بجميع الاعمار، فالحقيقه ان هو كان عيد سعيد سواء طبعا يعني على الاهلاويه كلهم في مختلف الافرع. خلينا بقى يعني ننتقل لاهم اخبارنا النهارده، اخبار الفريق الاول لكره القدم، وطبعا يعني عقب تعادله سلبيا امس امام نادي فيوتشر. الحقيقه ان هو مازال متصدر جدول ترتيب الدوري المصري ب 69 نقطه من 27 مباراه. الحقيقه لم يتلقى اي هزيمه خلال هذه المباريات او خلال يعني ال 27 مباراه تحديدا. يعني عقب مباراة الأمس قرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر استئناف التدريبات النهاردة. إن شاء الله هتقام التدريبات في تمام الساعة 6 مساء على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون في تمام الساعة 5 مساء، وده طبعا استعدادا لملاقات الإسماعيلي بعد غد في الجولة المؤجلة من يعني الأسبوع ال 18 من عمر الدوري الممتاز. وطبعا زي ما احنا عارفين أن مباراة فيوتشر كانت مؤجلة من الجولة ال 24، والحقيقة يعني ان النهارده هتستأنف التدريبات، وكمان بكره هتستأنف التدريبات، وبعد كده الفريق هيسافر عشان يدخل معسكر مغلق في استاد برج العرب. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان المباراه هتقام على استاد برج العرب بالاسكندريه، طبعا هتكون بعد غد في تمام الساعه 8:30. والحقيقه ان الفريق مش هيعود مره اخرى الى القاهره، ولكن الحقيقه ان هو هيستمر هذا المعسكر في الاسكندريه علشان كمان مباراه الاتحاد السكندري اللي هتكون يوم السبت ان شاء الله المقبل. والحقيقه ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار مبارياته المقبله علشان بقى يحسم لقب الدوري ال 43. خلينا بقى، يمكن بيبقى فيه تساؤلات كتيره جدا طبعا يا كريم ونهاوند عن حاله مصابي طبعا لاعبي الفريق. دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز يطمن على مصابي الفريق. يعني خلينا نطمن كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يعني تحديدا عمرو السوليه ومحمود متولي يمكن دي احدث اصابات. طبعا زي ما احنا عارفين ان عمرو السوليه اصيب بشد في العضله الخلفيه خلال مباراه حرس الحدود. الحقيقه يعني ان هو دخل في برنامج تاهيلي جديد ومكثف خلال الفترات الماضيه حسب طبعا ما صرح دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق. والحقيقه يعني ان هو ماشي بخطى ثابته خلال الفترات المقبل علشان يعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه، ومن بعدها طبعا المشاركه في المباريات المقبله للنادي الاهلي. خليني بقى كمان انتقل لمحمود متولي، والحقيقه برضو ان هو يعني كان اصيب بجزع في الكاحل في التدريبات اللي سبقت مباراه حرس الحدود. ايضا يمكن دخل في تدريبات مكثفه وبرنامج تاهيلي جديد خلال هذه الفتره، ومستمر فيه طبعا بشكل منفرد علشان يعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه. واكيد سواء تمرين النهارده او تمرين بكره هيشهد يعني الجديد في هذه الإصابة سواء عمرو السولية أو أيضا محمود متولي. كل الناس بقى طبعا اللي بتسأل على أكرم توفيق، يمكن هو منذ عدة أشهر خضع لطبعا جراحة الرباط الصليبي. الحقيقة أنه هو يعني يمكن خلال اليومين الماضيين كان في اختبارات عضليه جديده وطبعا قياسات عضليه متقدمه، والحقيقه ان الدكتور احمد ابو عبله قال ان هذه القياسات يعني نتجت عن يعني نتائج ايجابيه جدا، وده يعني بيقول ان اكرم توفيق ان شاء الله يقدر ان هو يكون موجود في التدريبات الجماعيه خلال الفتره المقبله، ومن ثم طبعا يكون موجود في المباريات المقبله. اكيد عنصر مهم جدا في الفريق واكيد محتاجين له، وطبعا الحقيقه يعني ان كل جمهور النادي الاهلي كان بيطمن عليه لحظه بلحظه خلال الفترة
الفترات المضايف، عايزين نطمنهم ان اكرم توفيق ان شاء الله يعني قرب على الانتهاء من برنامجه التاهيلي عقب جراحه الرباط الصليبي، وان شاء الله يعود في اقرب وقت ممكن لتدريبات الفريق الجمعيه. كمان كريم فؤاد برضو يمكن بعد ما خضع لجراحه الرباط الصليبي، الحقيقه يعني يمكن كريم فؤاد متاخر عن اكرم توفيق شويه، الحقيقه ان هو لسه قدامه يعني بعض من الوقت علشان يعود مره اخرى للتدريبات الجمعيه، ولكن الحقيقه ان هو يعني بيخضع لتدريبات مكثفه سواء تدريبات بدنيه او كمان تدريبات في الجيم علشان يلحق طبعا ببقيه لاعبي الفريق خلال الفتره المقبله في التدريبات الجمعيه. ده طبعا فيما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خليني بقى انتقل لقطاع الناشئين، ويمكن طبعا يا كريم ونهواند قبل عيد الفطر المبارك او عفوا قبل عيد الاضحى المبارك كان في اختبارات قطاع الناشئين شفناها طبعا يعني في مقر الاكاديميه بمدينه نصر، والحقيقه ان بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين يمكن اتكلم عقب انتهاء هذه الاختبارات اللي اقيمت على يعني فترات متقاربه او ايام متقاربه خلال الفترات الماضيه او الاسابيع الماضيه، الحقيقه ان هو اتكلم ان يعني يمكن كان في براعم كتير جدا وتم اختيارهم، يمكن كان الاختبارات بدأ من سن او عمر 5 سنوات، والحقيقه ان هو قال ان هو يعني اختاروا عدد كبير جدا من العناصر المميزه اللي هتكون اضافه قويه جدا لقطاع الناشئين في خلال الفترات المقبله، وان شاء الله يعني خلال السنوات المقبله يمكن قطاع الناشئين زي ما احنا عارفين دايما بيطلع منه عناصر مميزه للفريق الاول، وده اللي شهد بيه يعني يمكن كابتن بدر رجب في اختبارات الناشئين خلال الفتره الماضيه. ويمكن علشان طبعا زي ما احنا عارفين منظومه النادي الاهلي دايما اكيد بتشوف انه من الصح ان هي تطبق العداله في جميع المحافظات، وعلشان عارفين ان مش بس في مواهب كتير جدا في محافظة القاهرة، ويمكن من كل المحافظات شهدت طبعا يعني قدوم عدد كبير جدا من الناشئين للاختبارات، ولكن الحقيقة قررت أكاديمية النادي الأهلي وقطاع الناشئين ان هم يروحوا بقى لمحافظتي الشرقية والسويس ويقيموا الاختبارات هناك طبعا علشان يشوفوا بنفسهم البراعم اللي هتكون موجودة سواء في محافظة الشرقية او محافظة السويس. الحقيقة انها تبدأ يعني الاختبارات يعني يمكن تم فتح باب الاختبارات والاستمارات تم طرحها خلال اليومين الماضيين، ولكن الحقيقه ان الاختبارات هتبدا ان شاء الله بدءا من غدا الثلاثاء، هتبدا طبعا في محافظه الشرقيه بمركز شباب ابو كبير اللي موجود طبعا في الشرقيه، وده يعتبر مقر اكاديميه النادي الاهلي هناك بمحافظه الشرقيه. هيبدا طبعا ان شاء الله بكره الاختبارات من مواليد 2013 وحتى 2018، وبعد غد طبعا الاربعاء هيكون من مواليد 2007 وحتى 2012. أما بقى بالنسبة لمحافظة السويس هيقام بمقر الأكاديمية أيضا هناك يعني بنادي النصر للبترول، هتكون بقى الاختبارات يعني يمكن الخميس بس هياخدوا أجازة هي يمكن وقت السفر من الشرقية للسويس، وهيرجعوا تاني يوم الجمعة للاختبارات. الحقيقة أن هتكون موجودة من 2013 حتى 2018 هتكون يوم الجمعة، أما يوم السبت بقى إن شاء الله هتكون من 2007 حتى 2012. طبعا نتمنى كل التوفيق لكل الناشئين اللي هيكونوا موجودين في هذه الاختبارات، وان شاء الله اكيد هيكون في عناصر مميزه تضاف لقطاع الناشئين من مختلف المحافظات. خلينا بقى نختم جولتنا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه يعني اخبار السله وتحديدا سيدات سله النادي الاهلي، يعني يمكن تم اختيار 6 من صفوف فريق النادي الاهلي للانضمام لمنتخب مصر بقياده كابتن ايهاب الالفي، ده طبعا للمشاركه في البطوله العربيه اللي هتبدا النهارده ان شاء الله بدءا من اليوم وهتنتهي يعني او هتستمر حتى يوم 10 من يعني يوليو الجاري. الحقيقه ان سداسي طبعا النادي الاهلي ثريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، يارا اسامه، وميرال اشرف، وحبيبه محمد، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اي عنصر بيتم اختياره من داخل النادي الاهلي بيكون اضافه قويه جدا لمختلف المنتخبات. طبعا دي كانت كل الاجواء هنا وكل اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. جميل يا مريم، طبعا تغطيه وافيه كالعاده، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. مشكورة جدا يا مريم على هذه التغطية.